أما في محافظة الغربية فقد أعرب مواطنون عن عدم صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمي بسبب تعكرها وتغير لونها وطعمها، وهو الأمر الذي اضطر بعضهم كما يقولون للجوء إلى المياه المعدنية. بنفتح الحنفية بتنزل مية مش مية، يعني مش صفرة، دي يعني سودة، مش صافية خالص، يعني ما تنفعش لا شرب ولا أكل ولا غسيل ولا أي حاجة. طب بتعتمدوا على إيه في الشرب؟ بنجيب بقى ميه من اللي هي الجراكن اللي متفلتره دي. ميه مش حلوه خالص، مش كويسه. ساعات اجي افتح الحنفيه الاقي ميه بنيه، مش ميه بيضه نظيفه. الفواتير زفت. الصراحه يعني فواتير وحشه. يعني يكببون بقى كل 3 4 شهور مع بعض، كببون ويجيبوا لنا بقى واحده كده، ايه جمله يخربوا بيتي بقى، اعمل لهم جمعيه عشان.